النهاردة هتكلم عن برفيوم من اوريفلام، صناعة سويدي حجم 50 ملي، او دو برفيوم اسمها جوردواني جولد، وفي جوردواني وايت. الاتنين دول حلوين جدا، انصحكم انكم تجيبيها. اول واحدة جوردواني وايت، شكلها عامل كده، شكلها شيك جدا، والغطا بتاعها لونه سيلفر، غطاها جميل وشكله شيك جدا. للبنات اللي بتجهز هيعجبكم بجد جدا. جوردواني جولد الغطا بتاعها اللي بيفرق عن جوردواني وايت، شكلها جميل والغطا بتاعها لونه جولد. ريحتها فيها ياسمين قوي اكتر من جوردواني وايت، جوردواني وايت خفيفه. البنات اللي بتحب الروائح الخفيفه الحلوه هتعجبها جوردواني وايت، البنات القويه اللي بتحب شخصيتها قويه واللي بتحب البرفيوم يبقى قوي هيعجبها جولد. جولد ترشيها بالليل اكتر من النهار، وايت ترشيها بالنهار اكتر من بالليل. فهقدر الفرق بينهم اللي دي شخصيه، الجولد شخصيتها قويه وثابته، البنات اللي بتحب الروائح الشديده القويه، وايت البنات اللي بتحب الروائح الهاديه. عامه الاثنين حلوين جدا، والاثنين تقييمهم عندي بالنسبه لي اديهم 95%، فحلو. عامه جولد مش كل البنات بتعجبها، بس وايت في اجماع البنات كتيره بتعجبها. بس ده الريفيو النهارده، اتمنى اللي هو يكون عجبكم. باي باي.